بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة رطب على كل الأنحاء. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. احنا بنتكلم ان في الحمد لله انخفاضات طفيفه في درجات الحراره في معظم انحاء الجمهوريه، وده هيكمل معانا على مدار هذا الاسبوع، وهتكون العظمى على القاهره الكبرى ما بين 35 و 36 درجه مئويه. احنا طبعا بنتاثر طبقات الجو العليا بامتداد منخفض الجوي. المنخفض الجوي ده بيعمل على انخفاض درجات الحراره، توزيع الرطوبه في عمود الهواء في كل، عشان كده احنا فترات الليل ما حسيناش بالرطوبه بشكل كبير، رغم ان في استمرار لارتفاع نسب الرطوبه في معظم انحاء الجمهوريه. بالاضافه كمان وجود نشاط نسبي للرياح يقلل احساسنا بنسب الرطوبه الموجوده في الجو، ده اللي كان معانا امبارح ومتوقع يكون معانا اليوم. اليوم الطقس يعني احساسنا بيه هيكون طقس حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات سواحلنا الشمالية. يبقى شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، لكن كافة المناطق الموجودة في الجمهورية خلال فترات النهار وأيضا خلال فترات الليل بتشهد انخفاض في درجات الحرارة. خلال فترة الليل مع غياب أشعة الشمس يكون في نشاط للرياح بيلطف الاجواء بشكل كبير، وساعدنا على الاحساس بالاجواء اللطيفه او نسمه الهواء اللطيفه اللي احنا كلنا حسينا بيها امبارح وهنحس بيها كمان النهارده. الصغرى فتره الليل كمان درجات الحراره انخفضت، يعني احنا بدانا نسجل درجات حراره 24 و25 درجه مئويه خلال فترات الليل. اجواء فتره الليل هي اجواء معتدله في معظم انحاء الجمهوريه، يمكن وجود نشاط نسبي للرياح اليوم هيكون في بعض المناطق المحدوده، لكن هيساعد بشكل كبير على تلطيف الاجواء. وزي ما قلنا في الاول الاجواء دي مكمله معانا على مدار هذا الاسبوع، يمكن مع نهايه الاسبوع العظمى توصل على القاهره الكبرى 36 درجه مئويه، هتكون اعلى من المعدل درجه، لكن طبعا تحسن في درجات الحراره بشكل كبير عن الاسابيع الماضيه او عن الاسبوعين اللي فاتوا. احنا طبعا هنبدا نخش شهر اغسطس، واحنا دايما عارفين ان في اغسطس بيكون في ارتفاعات في نسب الرطوبه، نسب الرطوبه دايما هي اللي بتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره. ذروه الرطوبه وذروه فصل الصيف بيكون في اغسطس، عشان ان الرطوبه دايما بتخلينا نحس بارتفاع درجات الحراره. بالظبط، دايما بتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره، وده اللي متوقع ان احنا على مدار الشهر الجاي كله او مدار شهر اغسطس كله يكون في استمرار لارتفاعات نسب الرطوبه. ممكن نشهد موجات ارتفاع في درجات الحراره، وده وارد جدا ان احنا نشهد موجات شديده في الحراره تكون فيها ارتفاعات ملحوظه اعلى من المعدلات، لكن ان شاء الله ما تكونش بنفس الاستمراريه ونفس المده اللي احنا شهدناها خلال شهر يوليو، لان احنا استمرينا اسبوعين كاملين درجات حراره مرتفعه بشكل كبير. عظمى على القاهره الكبرى كانت ما بين 38 و40 درجه مئويه بشكل متواصل مع وجود نسب رطوبه، ان شاء الله الموجات تكون موجات اكثر 3-4 أيام بالكثير، وتعود درجات الحراره للمعدلات. هل مستمر معانا الانخفاض في درجات الحراره؟ حضرتك يمكن قلتي لي امبارح انه مستمر لاخر الاسبوع، ده بالفعل مستمر معانا؟ انخفاض درجات الحراره او انخفاضات طفيفه في درجات الحراره مستمره معانا لنهايه هذا الاسبوع، يعني احنا بنقول بدايه الاسبوع 35 نهايه الاسبوع 36، فما فيهاش ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره. طيب ده يعني معناه ان احنا هناخد اول 4-5 أيام في اغسطس جو هيكون معتدل فيها، دي حاجه كويسه بالنسبه لنا. جدا الحمد لله، احنا الاسبوع الاول في اغسطس درجات الحراره تعتبر حول المعدلات 35-36، ممكن تبقى اعلى من المعدل درجه لكن احسن بكثير من الايام الماضيه، لان احنا زي ما قلنا في الاول استمرنا فتره طويله بنسجل 38 و39 درجه مئويه في الظل. أكيد تاني إن قيم درجات الحرارة كمان اللي أنا بقولها مع حضراتكم هي قيمة درجة الحرارة المقاسة في الظل، المحسوسة ممكن نحسها أعلى كده طبعا بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، ودايما بتبقى نسب الرطوبة يعني أو درجة الحرارة المحسوسة أعلى من المقاسة في الظل بحوالي من 3-4 درجات بسبب نسب الرطوبة. ونسب الرطوبة طبعا بتبقى أعلى حاجة في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، بتوصل ما بين 90-95%، وكل ما تقدمنا للمناطق الداخلية بتكون نسب رطوبة أقل. صحيح يا دكتور، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتورة منار غانم عضو المركز العام بهيئة الأرصاد الجوية، كان الصعب علينا الفترة اللي فاتت إن درجات الحرارة كانت مرتفعة في الصبح وبالليل، لكن دلوقتي حتى لو كانت مرتفعة أو محسوسة بالنسبة لنا بنسب أعلى في ساعات الذروة الصباحية، لكن بالليل الجو بقى لطيف
وفي نسمة صيف حلوة كده هنستمر معانا حتى نهاية الأسبوع. دلوقتي نستعرض معاكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة العظمى 35، الصغرى 25، العاصمة الإدارية 35، 24، الإسكندرية 32، 23، العلمين الجديدة 31، 22، مطروح 31، 22، دمياط 33، 24، بورسعيد 33، 25، الإسماعيلية 36، 25، السويس 35، 25، العريش 34، 24، كاترين 35، 18، طابة 36، 25، حلايب 37، 31، شلاتين 42، 31، شرم الشيخ 40، 29، الغردقة 40، 29، الفيوم 36، 24، بني سويف 37، 24، الوادي الجديد 41، 25، أسيوط 39، 25، سوهاج 39، 27، قنا 42، 28، الأقصر 42، 28، وأخيرا أسوان 42، 29. هرجع مرة تانية لشاذلي وجوانا علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك يا دينا. شكرا جزيلا.